بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم في السلسلة الجديدة إن شاء الله هنحل فيها أسئلة السكول بوك بإذن الله، ومعاكم مستر نور الدين ومعاكم قناة النورانيوم. هنبدأ في السكول بوك، هنبدأ بتشابتر 1 في قناة النورانيوم، وأنا معاكم مستر نور، وده رقمنا للتواصل لو حد حب يبعت أي استفسار على قناة النورانيوم، رقم 010 ده اللي عليه الواتساب 010-62-87-180. النهاردة هنتكلم على تشابتر 1. أول question بيقول لي choose the correct answer. بيقول لي the reaction of iron and sulfur gives الايرن اف اي والسلفر اس. الاس ده reducing agent فهيدينا الاكسديشن ستيت الاقل اللي هي ايرن 2، فهيدينا اف اي اس ايرن 2 سلفايد. بيقول لي ايرن ديزولف ان دايل اسيد جيف الدايل اسيد بوسوليد الاكسيد. الايرن الاول في الدايل اسيد هيعمل ريبليس للهيدروجين. طيب الهيدروجين ده هو طالع هو اصلا ريديوسنج ايجنت، فهيدينا الاكسديشن ستيت الاقل، فهيدينا ايرن 2 سولت. طب ليه ما اداش 3؟ لان الهيدروجين ده ريديوسنج ايجنت فبيحول الايرن 3 لايرن 2. بيقول لي بلاك ايرن اوكسايد از ا ميكسد اوكسايد it reacts with conc hot acid giving iron 2 salt ولا 3 salt ولا الاثنين مع بعض ولا iron 3 oxide. بما ان ده black بما ان ده mixed oxide يبقى لو اتفاعل مع الاسيد هيدينا mix من 2 salts iron 2 and iron 3، فالاجابه هتكون A and B together. بيقول لي reducing magnetic iron oxide عند 400 عند من 400 ل 700. احنا اتفقنا ان الرياكشن ده بيعتمد على التمبريتشر، يعني لو من 230 ل 300 بيدينا اف اي 304، طيب لو من 400 ل 700 هيدينا الناتج اف اي او، طب لو كان من مور او اباف 700 هيدينا اف اي. طيب لما اعمل ريدكشن للماجنتيك اوكسايد، الماجنتيك اوكسايد ده عباره عن ايرن 2 وعباره عن ايرن 3، يبقى لو هتعمل ريدكشن الاعلى ينزل للاقل، يعني يدينا ايرن 2 اوكسايد. FeO react مع الدايل اسيد، كل اللي هعمله دبل سبستيتيوشن، يعني مثلا لو دايل اسيد زي ال HCl ال H بتاعت الاسيد هتاخد ال O يدينا water، وال Fe تدينا FeCl2 يعني iron 2 salt and water، هدينا iron 2 salt and water. heating iron 2 sulfate ودي معادلة مهمة جدا produces iron 3 oxide وsulfur dioxide and ممتاز and sulfur trioxide. المعادلة FeSO4 2FeSO4 سهم عليه هيت هيدينا Fe2O3 plus SO2 plus SO3، يبقى هنا السلفر تريبسايد. type of alloys in which element are bind together الالوي الوحيدة اللي فيها reaction ما بين الالمنت وبعضها الانترميتاليك. chromium and iron form which type of alloys. بصوا يا ولاد قلت لكم لو تو اليمنتس من نفس العيله يعني ترانزيشن زي بعض يبقى اللي هنا بتكون سبستيتيوشنال الوي. الكروميوم ترانزيشن والايرن ترانزيشن يبقى يكون لي سبستيتيوشنال الوي. طيب هنا بيقول لي ماتش اختار من بي وسي اللي بيناسب الكولم اي. التيتانيوم تي اي 22 الكونفيجريشن بتاعه هيكون اي ار 18 والدي فيها 2 والاس فيها 2. طب التيتانيوم بستخدمه في ايه؟ قال لي ان الالويز بتاعته يوزد مع الالمنيوم في ميكينج السبيس شاتل. طب الكروميوم 24 ده فيه اب نورمال في الكونفيجريشن هيكون الاس في 1 والدي في 5 فيكون اي ار 3 دي 5 4 اس 1. طب استخدامك ايه يا عمونا؟ قال لي يوزد ان تانينج ليذر او ليذر تانينج. جابه في امتحان قال له منشن ذا نيم وده كان في الازهر اعتقد قال له منشن ذا نيم اوف ذا اليمنت ذات از يوزد ان ليذر تانينج. يا الله سؤال مستخبي الناس مش متعوده عليه، الناس متعوده على كام اسم كده في اليوزس ومش فاكره الكلام ده. ركز على كل يوز يا ابني الله يبارك لك. طيب منجنيز 25 هيبقى اي ار 18 3 دي 5 4 اس 2. طيب يا عمنا استخدامك ايه؟ قال لي one of the of its common or its compounds is used as oxidizing agent and antiseptic substance اللي هو مين؟ ال KMnO4 البوتاسيوم بيرمنجنيت. الكوبالت 27 هيكون الكونفيجريشن بتاعه ER وال3 دي فيها 7 والS فيها 2. طيب
ايه اللي يناسبه في اليوز؟ قال لي عندك الايزوتوب 60 used in preservation of food. طيب النيكل 28 هيكون ER والدي فيها 8 والاس فيها 2. طيب ايه اشهر يوز ليه؟ قال لي used in hydrogenation of oil اللي هي divided nickel. الكبر 29 وده زي الكروميوم فيه abnormality يعني دي فيها 10 لكن الاس فيها 1 وده used in making filling solution. وخد بالك من السؤال ده لان في سنه من السنين قال له قول اليوز بتاعته وقول التشينج اللي هيحصل له للكالر من ايه لايه وده جه في مصر 2017 دور اول. طيب السؤال بيقول لي what's happen if heating iron 3 hydroxide over 200 وانا قلت لك ان المعادله دي هتلاقيها موجوده دايما في كل الامتحانات. لما اعمل heating فوق ال 200 هيدينا iron 3 oxide and water. يبقى هنا it forms iron 3 oxide and water. السؤال اللي بعده heating iron 2 sulfate. خلي بالك من الايكويشنز دي. الايرن 2 سلفيت خلي بالك ده ايرن 2 سلفيت هيدينا ثلاث حاجات Fe2O3 اللي هو الايرن 3 اوكسايد والSO2 والSO3. طب بص الطريقه دي في السؤال يقول لك from one of iron compounds او iron salts it gives three types of oxides يبقى الايرن 2 سلفيت. وخلي بالك ان الايرن 2 سلفيت ده inorganic ولما بيتفكك بيدينا 3 اوكسايدز واحد منهم ممكن استخدمه دايركتلي تو اكستراكت ايرون اللي هو الاف اي 2 او 3 يا معلم اللي بحطه في المادريكس او بحطه في البلاست فيرنس. بيقول لي ذا رياكشن اوف هيماتايت وذ كونك سلفوريك اسيد. بص يا حبيبي الهيماتايت ده اللي هو مين؟ ايرون 3 اوكسايد. يبقى لو اتفاعل مع اسيد يدينا ايه؟ يبقى لو اتفاعل مع اسيد هيدينا ايرون 3 سولت. بما ان ده سلفوريك يبقى هيدينا iron 3 sulfate. يبقى هنا Fe2O3 plus H2SO4 conch heat هيدينا Fe2SO4 by 3 plus water اللي هو مين يا ابني؟ اللي هو iron 3 sulfate. يبقى الاوكسايد مع الاسيد بيدي السولت المقابل ليه. يعني ايه مقابل ليه؟ يعني نفس الاكسديشن ستيت. heating magnetic iron oxide strongly in air وده معناه انه بيتفاعل مع الاكسجين. طبعا Fe3O4 قلت لك ده ميكس من ايرون 2 اوكسايد وايرون 3 اوكسايد. يبقى لو عملت اوكسيديشن الاثنين تتحول لثلاثه يعني الناتج هيكون ايرون 3 اوكسايد. خلي بالك يا ابني الكيمياء بتتفهم مش بتتحفظ. heating iron 2 oxalate in absence of air ودي معادله من المعادلات اللي الاسئله عليها لا تنتهي. الاول نكتبها معادله الكوكو في. يعني ايه كوكو في؟ يعني COOCOOFE. الاول السي او او دي تعمل لي كربون دايكسايد والسي او واحده تديني كربون مونوكسيد والاو من دي تروح للاف اي هيدينا اف اي او. طيب ده كده اورجانيك سولت يعني الاوكساليك اسيد ده اورجانيك كومباوند. ده يبقى ده اورجانيك كومباوند اوف اير. لما بسخنه ادانا 3 تايبس اوف اوكسايد. شوف السؤال عشان تفرق بينه وبين السلفيت ايرون 2 سلفيت. الايرون 2 سلفيت برضه بيدينا 3 اوكسايد والاوكساليت ايرون 2 اوكساليت بيدينا برضه 3 تايب من الاوكسايدز. ايه الفرق؟ الفرق ان الاوكساليت ده اورجانيك. الفرق ان ادانا 3 ان اورجانيك اوكسايدز. طيب ليه ما اداش اف اي 2 او 3 يا معلم؟ قال لي لان الواد ده اهو اللي هو الكربون مونوكسيد ده ريديوسنج ايجنت. يقول لي الاف يو رايح فين يا معلم؟ اوعى توصل لاف اي 2 او 3 انا هنزلك للاكسديشن ستيت الاقل اللي هي الاف اي او لان انا ريديوسنج ايجنت. ريدكشن اوف ايرون 3 اوكسايد باي هيدروجين. تاني يا ابني هتعمل لي ريدكشن يبقى ماشي يبقى هنا الاكسديشن ستيت تقل يبقى الاف اي 2 او 3 بالهيدروجين. يبقى هنا معتمد على التمبريتشر هحط لك من 400 ل 700 يبقى الهيدروجين هنا يسرق الاكسجين هيبقى اف اي او بلس اتش 2 او. طب لو انا كنت حاطط مور ذان 700 هيدينا اف اي وميه. طب لو انا حاطط من 230 ل 300 يدينا اف اي 304 بلس الور. classify the following compound into magnetic و paramagnetic و diamagnetic. طبعا البارا والداي بيعتمد على تركيب الدي. لو الدي 0 او الدي 10 يبقى ده دايا وهم خمسة compounds احفظهم مني 1 2 3 4 5 اللي هم كوبر 1 زنك 2 يعني بوزيتيف 2 سكانديوم 3 تيتانيوم بوزيتيف 4 وعندك الفانديوم بوزيتيف 5.
يبقى هنعمل استراكشر للكومباوند واشوف الاكسجين ستيت. مثلا كوبالت 2 كلورايد، يعني الاكسجين ستيت للكوبالت هنا ب 2، يعني خسران 2 بمعنى اصح، اللي هم مين؟ اللي هم بتوع الاس. يبقى ان الدي مش مليان، يبقى ده بارا ماجنتيك. ليه؟ لان دي فيها 7. الاف اي اي حاجه للايرن، الايرن يا 2 يا 3، الاكسجين ستيت يا 2 يا 3، يعني الدي يا 5 يا 6، يعني ده بارا ماجنتيك. يبقى ده اللي هنا الايرن 3، الدي فيها 5. الزد ان اس او 4 هنا الاكسديشن ستيت للزنك ب 2، وطبعا بيكون دايا ماجنتيك لان دي فيه 10. اف اي سي ال 2 بارا ماجنتيك لان دي فيها 6 الكترونز. طيب السؤال اللي جاي بيقول لي قول لي ده كالرد ولا كالرلس. والله اللي قلته على الماجنتيك البارا والدايا هقوله على الكالر. لو الدي 0 او دي 10 ده بيكون كالرلس، لو الدي بارشلي فيلد يعني من 1 ل 9 بيكون colored. يبقى الايرن 2 colored لان دي في 6، الايرن 3 colored لان دي في 5، تيتانيوم 3 برضو colored لان دي في 1، سكانديوم 3 معلش دي فاضي يبقى انت colorless، كوبر 2 ده colored لان دي في 9، اما الزنك 2 سوري انت colorless لان دي عندك مليانه فيها 10 electrons. بيقول explain the rule of each of the following: الكوك ان بلاست فيرنس والناتشرال جاز في الماتريكس فيرنس. هقول له بص يا حبيبي الاثنين اولا نفس اليوز، الاثنين بيعملوا البرودكشن اوف ذا ريديوسنج ايجنت، بس هل هو الريديوسنج ايجنت؟ لا طبعا. البلاست فيرنس الريديوسنج ايجنت فيه الكربون مونوكسيد، يبقى هنا الكوك بريباريشن اوف ذا ريديوسنج ايجنت اللي هو الكربون مونوكسيد، ودي المعادله الكربون بيتفاعل مع الاكسجين يدينا الكربون دايكسيد بلس انرجي، الكربون دايكسيد يرجع يتفاعل تاني مع الكربون عشان يدينا الكربون مونو اوكسيد. امال في الناتشرال جاز برضو preparation of the reducing agent اللي هو الووتر جاز اللي هو ميكس من الكربون مونوكسيد والهيدروجين، والمعادله يا معلم CH4 plus CO plus CO2 plus H2O هيدينا CO3 plus H2 البالانس. طبعا السؤال ده سؤال عبقري وسؤال عظيم، معتمد ان انت فاهم معادلات وفاهم كيمياء ولا حافظ وش. هفصل الشكلين دولت عن بعض. ده الشكل الاولاني، من Fe3O4 ل FeO يبقى انا هعمل كده تقليل للاكسجين ستيت يبقى اعمل ريدكشن. طب من FeO عايز اخليها Fe2O3 يبقى انت تعلي الاكسجين ستيت يبقى تعمل اوكسيديشن. طب من Fe2O3 ل Fe كده بتقلل الاكسجين ستيت من بوزيتيف 3 ل 0 عشان الاف ده اوكسيديشن ستيت بتاعه بزيرو بتعمل ريدكشن. طب من Fe ل Fe3O4 بتعمل اوكسيديشن. انا ترجمت ده لمعادلات. اول حاجه بص كده عشان احول ال Fe3 الاول ال Fe ده مع الاكسجين هيدينا Fe3O4، معروف ان الايرن لوحده مع الاكسجين او مع الووتر بيدينا الماجنيتايت. طيب ال Fe3O4 ازاي اعمل له ريدكشن؟ هفعله مع الهيدروجين او افعله مع الكربون مونوكسيد عادي. ب Fe3O4 plus H2 انت عايز تجيب FeO يبقى درجة الحرارة من 400 ل 700 plus water. طب لو كنت حاطط CO يبقى بدل ما يطلع H2O يطلع CO2. طيب ال FeO ازاي اخليه Fe2O3 oxidation على طول، والoxidation يعني O2، يبقى 4 FeO plus O2 هيدينا 2 Fe2O3 او 2 FeO plus half O2 هيدينا Fe2O3. طيب بعد كده ازاي احول الايرن 3 لايرن؟ المعادله البلاست فيرنس 3 CO بلس Fe2O3 طبعا اباف 700 لو عايز تكتبها هيدينا Fe بلس CO2. طيب تعالى يا معلم بص على الشكل ده، انا دلوقتي عايز احول ال Fe ل FeSO4 يبقى افعلها مع السلفوريك اسيد. ايه اللي هيحصل؟ ضايل طبعا ال Fe هيريبليس ال H عشان هو مور اكتف ويقعد مكانها، يبقى قاعد كده ايه FeSO4 plus H2. طيب بعد كده ازاي احول ال FeSO4 ل Fe2O3؟ سخن يا معلم يدينا Fe2O3 و SO2 SO3، تحس ان المعادله دي قطع اشتراك في كل الدنيا. ازاي احول ال Fe2O3 ل Fe3O4؟ يبقى هعمل ريدكشن، وقلت لك الريدكشن افتكر درجه الحراره، انت عايز تجيب Fe3O4 يبقى درجه الحراره من 230 ل 300. طب عايز اعمل العكس اوكسيديشن على طول، Fe3O4 plus O2 هيدينا Fe2O3. طيب ازاي احول ال Fe3O4 ل Fe؟ والمعادله دي مش في كتاب المدرسه على فكره، بس انا علمتك وقلت لك
ان تفاعل الاوكسايدز مع الكربون مونوكسيد او مع الهيدروجين بيدبند على درجة الحرارة. انت عايز تجيب حديد يبقى ارفع الحرارة فوق 700، يقوم الحديد يفقد كل الاكسجين اللي حلته، يبقى قاعد حديد سلبوته لوحده بلس الكربون داي اوكسايد. جيف ريزن، وخلي بالك ال 11 جيف ريزن دولا جاي لك منهم حاجة في الامتحان، وبإذن الله افتكر كلام مستر نور. بيقول لي جيف ريزن the abnormal electronic configuration of both chromium and copper، وانا قلتها في التشوز في الاول. ليه؟ الالمنت بيكون مور ستيبل لو الدي هاف فيلد او كومبليتلي فيلد. هاف فيلد زي الكروميوم وكومبليتلي فيلد از الكوبر، فباخد في الار في الكروميوم بقول للدي بعد اذنك سيلفو بلاي بليز ادينا الكترون من عندك، وادي لي دي يبقى 4s1 3d5. هلاقي ان الاس والدي في الكروميوم الاثنين هاف فيلد، يعني ستابيليتي اعلى وانرجي اقل. اما الكوبر الاس هيدي الدي الكترون، هيبقى دي 10 سوري دي 10 الكبر ده دي 10 مش 5 دي 10 اي ار 18 4s 1 3d 10. وهقول له هنا ان الدي بيكون كومبليتلي فيلد. ليه الكروميوم برغم ان هو هايلي رياكتيف اليمنت بس بيريزست الايفكت اوف اتموسفير؟ اكيد بيكون لاير، واللاير دي ما بتعملش رياكشن. due to the formation of a layer of oxide، وخد بالك من اسم اللاير اوكسايد، above its surface and the size of the oxide particles is larger than the size of the atoms of the element giving a non-porous layer خلاص that prevent the continuation of the chromium reaction with oxygen of the atmosphere. تاني لو حبيت تختصر قول due to the formation of a non-porous layer of metal oxide on the surface of the metal that prevent the reaction with oxygen. Okay. Coinage metals copper والسيلفر والجولد are considered transition element. افكرك بتعريف الترانزيشن element، ده بيقول ان دي في الكترونز بس partially filled مش completely filled. لما نيجي نبص على الكوينج ميتلز هتلاقي ان دي فيها 10 بس، ده في الاتوميك ستيت او الاليمنتري ستيت. لكن في الاكسيديشن ستيت بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 هلاقي ان دي في 9 او دي في 8. So they are transition elements. يبقى اقول له كده because the sub level d of the three elements is full of electrons in the atomic state او الاليمنتري ستيت but in the oxidation state positive 2 يعني هيلوز 2 او هيلوز 3 we find that the sub level d will be partially filled يعني 9 او 8 so they are considered the transition elements. The decreasing in the atomic radius through the first transition series isn't large او ان في constancy ثبات في atomic size through the first transition series هيقول لي due to two opposite factors يعني واحد بيزود السايز والتاني بينقص السايز. اول فاكتور بيقول لي by increasing the atomic number قال لي ال effective nuclear charge بتاعت ال nucleus هتزيد، ده معناه ان الاتراكشن فورس هتزيد يبقى السايز يقل. اما الفاكتور التاني اللي بيزود السايز قال لي due to increasing the number of electrons في السب ليفل 3D هيخلي increasing في repulsion force، احنا عمالين نزيد في الدي بين نكم منا دي 1 2 3 4 5 بعد كده عملنا pairing بين 6 7 8 9 10 ده كله بيزود الريبالشن مش طايقين بعض، فتبدا يحصل الريبالشن يزود السايز، فعندي فاكتور بينقص السايز وفاكتور بيزود السايز، فتكون المحصله النهائيه ان السايز تقريبا كونستنت. طيب ترانزيشن اليمنتس هاف هاي ميلتنج بوينت، والسؤال ده ان شاء الله جاي. ليه بقى؟ due to the strong metallic bond. الميتاليك بوند احنا عارفين من تانية ثانوي ان هي بتعتمد في السترينث بتاعتها على الالكترونز بتاعت الفالنس شيل. الدي بقى او ترانزيشن اليمنتس تلاقي ال 4s وال 3d عاملين مع بعض شراكه، فتلاقي ان الالكترون بتاعت ال 4s وال 3d بتكونها. بقى الانسر due to the strong metallic bond which is formed due to sharing of both 4s and the 3d electrons in the formation of this bond. ليه most of the transition elements attract to the magnetic او external magnetic field؟ ده بيدبند يا ولاد على الامبيرد الكترونز او السنجل الكترونز. يبقى اقول due to having unpaired electrons in their orbitals so it forms a magnetic field due to its spinning، يعني بتعمل spin motion بتلف حوالين نفسها فبتعمل magnetic field اللي بيattract مع الفيلد اللي بره،
فعشان كده معظمهم بيأتراكت للإكسترنال ماجنتيك فيلد. إن آيرن رياكت مع الديلوتد أسيدز بروديوسز آيرن 2 مش آيرن 3. ليه؟ لأن اكتب المعادلة Fe plus 2HCl هيدينا FeCl 2 plus H2. يبقى هنا المشكلة في الـ H2 ده. ده reducing agent، راجل حقود بيمنع اي كومباوند ان يوصل لطموحه ويوصل للماكسيمم اوكسيديشن ستيت، ولا انزل لي هنا واعمل لي اقل اوكسيديشن ستيت. فيدينا كلر 2 ايرن كلورايد 2 مش 3. ليه؟ ديو تو ايفولفينج هيدروجين جاز ويتش از ا ريدوسينج ايجنت. واروح كاتب لي المعادله طبعا. طيب سكانديوم دازنت برودوس سكانديوم بوزيتيف 4 ايون، طبعا عشان هيكسر كومبليت انرجي ليفل، يعني because it breaks a complete energy level. يبقول له ما نعطلكش ما ندكش سكانديوم 4. اخرنا ثلاثة. ليه سكانديوم 3 والزد ان 2 ار colorless؟ قلت لك ابص على الدي، المشكلة كلها في الدي. الدي فاضية او الدي مليانة خالص completely filled، يبقى colorless وداي ماجنتيك كمان بالمرة. يبقى هقول كده the sub level 3D is empty في السكانديوم 3 and completely filled في zinc positive 2. Iron 3 chloride is paramagnetic. طبعا احنا قلنا الضاية الدي مليانة او فاضية، لكن البارا اكيد ان الدي partially filled. فلا because the sublevel 3D is partially filled as it contains 5 electrons. عارف انت لو جالك اي حتى بتنجان قال لك ليه ده بارا وانت مغمض قول له لان الدي اللي فيه partially filled. ليه الـ concentrated nitric acid causes passivity of iron؟ والسؤال ده أنا بحب أحطه بصراحة في الامتحانات بس بطريقة تانية. طبعاً الـ passivity بيكون non-porous layer. بيكون non-porous layer دياً أنا ده الإجابة. وهنا الـ concentrated nitric acid، على فكرة أنا جايب لك الكلام من كتاب المدرسة نصاً اللي منه بيحط الامتحان. بيقول لي إن الـ concentrated nitric acid causes passivity of iron due to the formation of a thin layer of oxide which protects the metal from further reaction. هنا الإجابة. رحت أنا حاطط سؤال وقلت لهم how to remove the passivity by two methods، واحدة chemically والتانية physically أو mechanically. طبعا الكيميكال أحط لها ضايل HCl، أما الفيزيكال أو الميكانيكالي إن أنا أعمل abrasion. abrasion ده بعمل friction، بحك كده الكومباوند ده أو اللاير ده بحاجة خشنة فأقدر أشيلها. كده الأسئلة بتاعت chapter 1 خلصت. أتمنى أكون فدتكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في باقي التشابترز بإذن الله. ودعواتكم يا شباب، وإن شاء الله أنتوا قدوا قدود وهتقدروا تحققوا كل أحلامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.